ضرب ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، يسعدني، إني سعيد جدا بهذا اللقاء السعيد الذي يجمعنا اليوم بشخصي، باسم الشخصي وباسم مؤسسة أمل للمعاقين التي يوجد مقرها بهولندا، مع جمعيتكم الكريمة جمعية الصداقة للمعاقين، أن يجمعنا هذا اليوم السعيد لكي نطور أعمالنا في المستقبل إن شاء الله. وقد سبق لنا أننا حضرنا مع وفود من هولندا في مجال العمل الاجتماعي، وشرفتمونا بحسن الضيافة وكرم الضيافة كعادتنا كمغاربة، معروفين بالكرم وحسن المعاملة، وهذا ما أثر كثيرا في الهولنديين الذين يمثلون مختلف الجمعيات والمنظمات في هولندا، والذي ساعدني وشرفني كغيور، كمواطن مغربي غيور على الوطن وغيور على
ذوي الاحتياجات الخاصة وبصفة عامة للإخوة المغاربة من طنجة الجويرة. كشخصي بدأت في عمل الاجتماعي كمساعد اجتماعي في هولندا من 1983، وأنا كنت اشتغل كمساعد اجتماعي في لاهاي، ومن ذلك الوقت كنحاول ما أمكن باش نساعد الإخوان المغاربة في هولندا. وكذا ربط العلاقة ما بين المغرب وهولندا، وشرفني صاحب الجلالة المغفور إلى الملك الحسن الثاني بوسام من الدرجة الأولى، وهذا صاحب الجلالة الآن محمد السادس نصره الله شرفني في هذه السنة بوسام من درجة فارس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غيرتي على الوطن وغيرتي على الإخوة المغاربة في كل مكان في الداخل والخارج. أما فيما يتعلق بكم أنتم بجمعية الصداقة التي تبذل كل المجهود لتقف مع إخوانها وأخواتها في هذه المدينة الكريمة مدينة مولاي إسماعيل لكي تنهض بكل ما يحتاجون إليه وتؤدي مسؤوليتها التي في عاتقنا جميعا. هذا اليوم السعيد كما قلت بداية للعمل الجمعوي الذي يجمعنا في المستقبل، ونتمنى أن يوفقنا الله إلى ما نصب إليه جميعا لكي نساعد إخواننا المعوزين والمحتاجين في جميع المجالات. مؤسسة الأمل المعاقين في هولندا كما قلت تأسست في التسعينات، وبفضل الله وبفضل المجهود الكبير الذي تقدمه مجموعة من المغاربة الغيورين على الوطن غطينا أقاليم كثيرة في المغرب بأدوات طبية وكراسي متحركة ومعدات كبيرة لمختلف المستشفيات في أقاليم المملكة المغربية، ونتمنى إن شاء الله أن نكون عند حسن ظن هذه الجمعية والغيورين عليها والصاهرين على رفعها أن نلتقي في مرات أخرى. لدينا لقاء إن شاء الله في شهر أكتوبر القادم الذي سيكون مهرجان كبير يحضر فيه ممثلون عن المؤسسات والسلطات البلدية لمختلف البلديات في هولندا من الهولنديين والمغاربة. سنكون معكم إن شاء الله يوم 15 أكتوبر القادم، وسوف نعمل كل ما في وسعنا أن نقدم بعض الاحتياجات التي تحتاجون أو يحتاجون إليها إخواننا المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة. أما في فيما يتعلق بهذا اليوم فنحن سوف نقدم إليكم بعض هدايا رمزية، ولو أنها رمزية لها معناها كبير ودلتها تدل على أننا من قلوبنا من عميق قلوبنا نريد أن نقف معكم أن نقف سويا. وكلنا نعلم أن هذا الشهر القادم إن شاء الله سوف يزوركم إخوانكم وأخواتكم المغاربة المقيمين في المهجر من إسبانيا حتى الصين الشعبية، ونتمنى ونلتمس منكم أن تستقبلوهم بحفاوة لأن إخواننا محتاجين إلى الأخوة وإلى المعاملة الحسنة لكي نبني هذا الدولة، ونتمنى التوفيق من الجميع إن شاء الله وللجميع، وشكرا. شكرا للسيد الحاج محمد الجابود، ومرحبا بكم جميعا في هذا الحفل البهيج الذي نسميه عرس، الذي الحمد لله ان جمعية الصداقة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة دائما تسعى الى الجديد ودائما تسعى في خدمة المعاق والسوي على حد السواء. فلنا شرف عظيم واننا نستقبلكم ونرحبكم كثيرا ونرحب بمرة اخرى بالحاج
أشبه السيدة الحاجة الزوجة ديالو. إذا مرحبا بكم ولنا شرف في هذه الأمسية الكريمة التي من خلالها نقدم بعض فقرات للأطفال وبعض الإخوان مساندي الجمعية فرقة الأندلسي برئاسة الأخ الفارسي والأخت فاطمة الزهراء، وكذلك سنقدم باسم مؤسسة الأمل للمعاقين بهولندا بعض المساعدات الرمزية ماديا اللي كنتمناو من الله انها تقبل عليها الاخوه، لان غادي تكون من نصيب 10 اشخاص، والخير باقي قدام الاخوه لان عندنا الملفات كثيرين وحنا كنحاولوا نسبقوا الملفات بالملفات بالملفات، لان عندنا شي نسبقوا كل شيء ما يمكنناش. اذا حاولنا ارتئينا 10 اشخاص في هذه الامسيه على اساس ان نقدم بعض الجوائز لنادي الطفل المتفوقين في تجويد القران الكريم، وكذلك المتفوقين في دراستهم، وكذلك جائزه احسن سلوك والمواظبه لنادي الطفل. وهذا لا يعني اننا نعطيه لبعض المتفوقين، ولكن نعطيه الكل تقريبا يستفيد من هذه الجوائز. كما قلت اللي ما عطيناش بالنسبه للناس اللي ما استفدوش ما هو مادي، لان غير رمزيا انه ساعدتنا به مؤسسه الامل للمعاقين، هذه اول مره وهذا شرف لنا. مازال ان شاء الله لنا شراكه ان شاء الله مع سفاره هولندا، فكما قال السي الحاج شبون بان مازال لنا عده لقاءات منها لقاء ديال 15 اكتوبر ان شاء الله. اذا الاخوان اللي ما عطيناهمش سامحونا المرة أخرى إن شاء الله، ونحن نؤكد عهدنا ونوعدكم بأننا غادي نحاول نقلبوا ملف بملف إن شاء الله. وجمعيتنا جمعيتنا كتخدم على كل الناس، لا تفرق بين هذا وذاك، بل هي دائما في خدمة الشخص المعاق والشخص السوي، لأن تسعوا دائما للإدماج. إذا أشكركم وأرحب بكم، و تنشكر الحاج أشبون دائما دائما لانه خلى لنا واحد البصمه في المغرب، لان الحمد لله انني اتصلت به في هولندا في 2008 ما خيب ليش الظن ديالي، ورغم ان كنا واحد الجهد كثير من المؤسسات في هولندا ابحثوا لتجد جمعيه الصداقه لمساعده الاوفين وذوي الاعاقه طريقها، فالحمد لله وجدت طريقها، فمن سار على الدرب وصل. اذا نحن نساند ويساندنا الحاج أشبون، وكذلك لا زالت لنا عدة شراكات فنحن نعمل جاهدين عليها. إذا يوفقنا الله، ودعوا معنا أن يوفقنا الله جميعا، ولنا يد في اليد ويد الله مع الجميع. إذا مرحبا بكم وشكرا على اهتمامكم، ومرحبا بالحضور الكريم، واسمحوا لنا إن كان هذا إذا كان المقر شوية ضيق، نتمنى من الله أنه يكون لنا قاعة كبيرة أو لا يكون لنا مقر كبير إن شاء الله. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس جمعية الصداقة لدعوتي إلى حضور هذا العرس فيما يخص هذا الاجتماع، حيث قدمت لي توضيحات حول الجمعية التي يتكلف بها السيد الحاج أحمد أشبون، فأتمنى باسم جمعية النور لمرضى القصور كيلو بمقراس أن يتوج هذا العرس هذا الاجتماع ما بين جمعية النور لمرضى القصور كيلو بمكناس وجمعية الصداقة والجمعية التي يشرفها السيد الحاج أحمد أشبون. فمتمنيتنا لكم جميعا لمكتب جمعية الصداقة للمزيد من الازدهار والنمو حتى تتمكن لتلبية حاجيات المعاقين، وشكرا. سيدي حسين اخويا
ولكم دير غزاوة هنايا. عندك تبانة ليل هاي ماما دول عراق تتحارب مع أمريكان. عاوز شنو قلتي؟ دام عندك الناموسة اختال هاي ضرب الخوية زيد حسينة يلي ما تعاود. مهمتي مهمتي ختلت السيد والله تزا نضحك معاك فيق فيق. مهمتي شنو غندير دابا؟ نعيط للامبيلونس. الو الو الامبيلونس يجيو دابا راه قتلت واحد السيد. Thank you.
شكرا، مرحبا بكم مرة أخرى.